وانا عندي نص كيلو من الدقيق، نص كيلو من الدقيق، و225 مللي ماء دافئ، واربع حبه تين، 28 حبه زيتون. لو احنا كده ايه خدنا الزيتون 7 إلى 1، اخضر واسود مخلي، 1.5 معلقه خميره جافه، معلقه سكر، نص معلقه صغيره ملح، 2 معلقه لبن بودره، بيضه، 2 معلقه زيت زيتون، 2 معلقه زيت زيتون. سجلوا واكتبوا الكلام ده، هتخش عندي الفرن على درجه حراره 190 درجه مئويه، بتاخد معايا في حدود من 20 ل 25 دقيقه، وهنشوف ازاي هنشتغل الطبق ده مع بعض او العجينه دي مع بعض. معروف عندنا، قلنا قبل كده، المعجنات بتاعتي حاجه من الاثنين، يا اما بعجن عجين تخمير بطيء، يا اما تخمير سريع. تخمير بطيء ان انا بعجن عجينتي وبعد كده بسيبها تستريح معايا، وبعد ما تستريح معايا لمده نص ساعه او ثلاث اربع ساعه باخدها بعد كده اشكلها واسيبها عندي تخمر تاني وادخلها الفرن. اما التخمير البطيء ان انا باخد العجينه بتاعتي بعجنها واسيبها تستريح معايا، ودي افضل، واسيبها تستريح معايا وبعد كده اخدها تاني المها تاني وبعدين اسيبها تستريح تاني وبعدين اشكلها وتخمر معايا المره الثالثه. يبقى بتخمر معايا ثلاث مرات، في المره الثالثه العجينه ما بتاخدش معايا وقت لانها بيكون الخمير اشتغل فيها كويس جدا. ممكن في المره الثالثه تاخد معايا في حدود تلت ساعه تخمر معايا، تبقى كويسه جدا. ادي الدقيق عندي في العجان، نص كيلو دقيق، بنديله كل حاجات الجافه، لبن البودره معلقتين، معلقه ونص خميره، معلقه سكر، رشه ملح صغيره او نص معلقه ملح كده، وبعدين ادي معلقتين زيت الزيتون زي ما انتم شايفين كده، معلقتين زيت زيتون. نلف الكلام ده كله عندنا في الماكينه كده. الزيتون لا مخلل طبعا. ماشي، حلو حلو الكلام. نقلب كده مع بعض، وبعد كده بنجيب عندنا الميه اللي هي 225 مل ميه، عباره عن كوبايه ميه ومعلقه تقريبا، ونعجن مع بعض ونشوف مع بعض كده. اعجن عجنتي زي ما انتم شايفين، والموضوع سهل جدا وبسيط جدا جدا، ما فيهوش اي حاجه، عجينه تبقى سهله ان شاء الله ونعملها مع بعض. بعد كده بنحط عندنا البيضه بتاعتنا اهي، ننزل بيها كده، وهنا حطينا 225 مل ميه. ليه؟ لان عندي بيضه وعندي كمان زيت الزيتون، الاثنين مع بعض بيدوني سوائل، فالعجينه عندي مش محتاجه سوائل اكتر من كده. مع بعض كده. اصبر عليها شويه. يبقى انا كده برجع تاني واقول تاني، بنعمل مع بعض عجينه التين والزيتون. الزيتون بنسبه 7، التين بنسبه 1. العجينه دي هتاخد معايا بالظبط 28 حبه زيتون اخضر واسود مخلي من البذر، وعندي اربع حبات من التين، وهنشوف مع بعض نعملها ازاي. العجينه نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق، بنديله بالظبط معلقه ونص خميره جافه، معلقتين لبن بودره، معلقه سكر، رشه ملح، بنديله بعد كده عندنا بيضه، وبنعجن عجينتنا كويس قوي، بنديها 225 مل ميه، نعجن العجينه، وبعد كده هناخد العجينه بتاعتنا نسيبها تستريح زي دي كده معايا. استريحتها بتاع حوالي عن نص ساعه العجينه دي او ساعه ربع، وبعد كده خدتها تاني، لميت العجينه بتاعتي تاني، خدتها تاني لميتها وبعدين سبتها تستريح تاني. يبقى كده خمرت عندي كام مره؟ مرتين. عشان كده لما اجي اشتغل العجينه دي، لما احب اخمرها تاني او احطها تاني عندي في الاستوفه، مش هتاخد معايا ابدا باي حامل حوالي اكتر من تلت ساعه نص ساعه، وتخمر معايا وتبقى زي الفل وهشه. هاخد عجينتي دي ابدا اقطعها كده اهو بالشكل كده، وابدا افردها كده اهو. الموضوع سهل جدا كده اهو بالشكل ده. ماشي، يبقى ناخد عجلتنا بعد ما خدناها عندنا وبدانا نعجنها كويس قوي، واوريكم ملمس العجينه عامل ازاي. خدناها عندنا بالنشابه كده ونبدا نفرد كده اهو. ادي العجينه اهي، افردها كده بسيط واخدها كده تاني كده زي ما انتم شايفين كده ام ياسمين، سلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ محمد؟ ام ياسمين اهلا بيك يا ست كل. ازي حضرتك؟ الحمد لله والله منور التلفزيون والله. الله يخليك يا ست كل. الله يخليك، انا كنت انا بكلم حضرتك والله. ربنا يخليك يا ست كل، اهلا بيك يا ست كل. بقول لحضرتك يا شيخ محمد، عايز اعمل لبني بودي الجزر دوت زي المهلبيه اللي هي بودي عينيا حاجه تانية. بس يلا يخليك، بس ممكن لما اكل عشان بس اسمع. عينيا يا ست كل، عينيا يا حاج، خليك ولادك يا دكتور. عينيا يا ست كل، عينيا، اتفضلي. ادي العجينه بتاعتي اهي، باخدها عندي وابدا احطها عندي في كيس وسبع عندي تخمر لمدة نص ساعة أو ساعة لربع، أهي لمدة نص ساعة أو ساعة لربع، ملمس العجينة أهو عندي أهو. بعد كده باخدها عندي أحطها في قلب كيس وأحطها عندي في حاجة تخمر معايا لمدة ساعة أو ساعة لربع. بعد كده باخدها تاني ألمها تاني وبعدين أخمرها تاني وأبدأ أشكلها وأسيبها تخمر. بعد كده خلاص اتفقنا مع بعض، اتفقنا. أخد عجينتي كده أبدأ أفردها أهو بالشكل ده كده، ماشي كده. نعمل بس كام واحدة كده، مش لازم نعمل كله كده اهو بالشكل ده كده كده، ماشي. اجي بعد كده اخد الزيتون بتاعي المخلي افرمه بالشكل ده اللي شايفينه قدام حضراتكم كده اهو، افرمه كده واخد معاه التين، واخد معاه التين، يبقى انا كده ماشي. الكمية دي هتكفي نص الكمية، عشان كده هناخد اتنين تين بس عليها كده. طيب اشوف محمد النص كيلو يعمل قد ايه؟ النص كيلو بالظبط يعمل معايا بالظبط 5-9 وحدات، 9 فطاير. النص كيلو معايا 9 فطاير بالظبط. ناخد ده كده نفرمه، ادي التين نفرمه كده جامد جدا بالشكل ده بالشكل كده بالشكل ده كده. وبعدين اجيب عندي بوله اهي، اخلط الاثنين مع بعض كده، ادي التين وادي الزيتون. حاجه نفيس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد انا ست كل، صحه كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليكم طيب ست كل، والسنه الجايه على عرفات كده ان شاء الله. يا رب يا رب ست كل، يا رب ان شاء الله ان شاء الله. من فضلك عايزه اسال على حفظ الباميه. حفظ الباميه؟ ايوه حفظ الملوخيه. حفظ الباميه والملوخيه وبودنج الجزر، تمام كده، شكرا جزيلا، هنقول لك ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده هبدا الف دي كده، هوريكم ازاي بسرعه، ونحطها عندنا في صاج، في عندنا زيت كده كده اهو يا جماعه اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. ولما ارجع من الفاصل هوريكم ازاي اهو كده. زي ما انتم شايفين كده عندنا قد فطائر التين والزيتون، ولفيناها مع بعض رول كده بعد ما حطينا الحشو في النص، وبعد كده بنسيبها عندنا تخمر معانا ونحطها عندنا، قلنا في استوفه قبل كده. استوفه يعني ايه؟ يعني بنجيب عندنا زي ما انتم شايفين كده عندنا ادي طاسه او حله فيها ميه سخنه، بنحطها ونحطها عندنا في مكان مقفول زي كده، حتى لو كان عندي فرن واحد، حتى لو كان عندي فرن واحد قادر اعمل الكلام ده كله. وبعدين اطلعها اغطيها بكيس واسخن الفرن عندي 10 دقايق تكمل بره الخمر بتاعه، وبعد كده ادخلها تاني. يبقى انا بحط عندي كده زي ما انتم شايفين كده اهو حاجه فيها ميه في الفرن بتاعي، وببدا اعملها ستوف لغايه لما تبقى الفرن. ادي الفرق ما بين الاثنين الحجمين قدام حضراتكم اهو، ادي الفرق ما بين الحجمين اهو، بتوصل معايا كده. بجيب عندي بعد كده ادي بيض وابدا المع كده اهو، والفرن عندي يكون جاهز على 190 درجة مئوية، وأبدأ أدخل الكلام ده عندي فين؟ في الفرن يستوي معايا، وأقدم أحلى فطيرة تين وزيتون مع بعض. التين والزيتون مع بعض الاتنين مجتمعين بقول لك كويسة جدا جدا للطاقة الجسدية، وعلاج للناس اللي عندها مشاكل في المعدة والقولون. والعلم أثبت كمان إن أحسن علاج، أحسن علاج، شوف يا جماعة بقولها اهو وعن تجربة، أحسن علاج للإمساك المزمن التين مع الزيتون، أحسن علاج للإمساك المزمن. لو حد عنده إمساك مزمن ياخد تين وزيتون مع بعض، بإذن الله تعالى بإذن الله هيعالج تماما ويشفى تماما من موضوع الإمساك المزمن ده، تمام؟ لأن أي مسكنات أيا كانت بيكون مفعولها مؤقت وبينتهي بعد ما ينتهي تأثير المسكن أو البرشام، لكن التين والزيتون مع بعض من فوائده الاثنين اللي هو
بي 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 في طبعا في الياف كتيره جدا جدا بالنسبه للتين، وعلاج هام جدا جدا اللي انا قلت عليه ده. دخل ده الفرن عندنا ونبدا اهو سيبه يستوي، ونخش بعد كده عندنا في الطبق الثاني اللي هو الكاتشاتوري الهندي. كاتشاتوري بسم الله الرحمن الرحيم، اهي من ورا اهي شكلها اهي زي ما انتم شايفين كده، نقدر نديها لاولادنا تبقى زي الفل ان شاء الله. ونجاوب على الاسئله اللي جت لنا. بودنج الجزر، ازاي اعمل بودنج الجزر؟ انا بجيب الجزر عندي بسلقه، بعد ما اسلقه اضربه عندي في الخلاط، بعد كده باخده عندي اصفيه او ما اصفوش، لو ضربته كويس جدا ما اصفوش احطه عندي على النار. الكيلو جزر بياخد معايا 200 جرام سكر، وياخد معايا بالظبط كده في حدود ماشي كوبايتين ثلاثه، تعالى يا كريم جيب ارفع الكلام ده، كوبايتين ثلاثه حاضر، كوبايتين ثلاثه من الميه، يغلى على النار معايا، يغلى على النار معايا كويس قوي. بعد كده اجيب عندي على كل كوبايه ميه بديها معلقه نشا على كل